كينو كين ثمن في المليح المليح راه بثمنه الأثمنة راه ما بين 40 و50 حتى 80 ألف في المليح والمرقد راه مليح كي كتشوف السلعة هاهي السلعة راه مليحة والمرقد مليح ورا المهم كل شيء غيعيد مول 40 يعيد مول 50 يعيد مول 80 يعيد مول 90 يعيد ورا المهم راه كاين المليح كاين المليح لا في الحوليه لا في البيضاء وتبارك الله الخير موجود والمواطنين حين كانت الاعوام اللي من قبل كان شويه بحال العام الاول كان طايح الثمن شويه العام الاول كان طايح الثمن وهذا العام راه مزيود مزيود كاين واحد 500 درهم ولا 600 درهم في الحول وراه الكساب حتى والله يكون في العون راه حنا كنشوفوا في الاعلاف هي كانت العام الاول بثمن وهذا العام ولات بثمن الاعلاف كانت ربما كانت ب 6000 ريال القنطار العام زيوده فيها 50 درهم في القنطار الكساب ما يتشكاش الكساب راه هو راه خاصو يتشكى مني ولا المواطن غتزاد عليه واحد 500 درهم غيبدا يتشكى راه ثاني الله يكون في العون الله يكون في العون الجميع راه كاين اللي مسكين ثاني ربما واحد 50000 راه ما غيتعيطش ليه واللي في عيد بالمليح ب 50000 هذا العام راه مزيود عليه واحد 500 درهم صحيحه ولا 600 درهم اللي غنقول العيد مبارك سعيد للجميع والله يرزق الصحه والسلامه المهم راه كلشي غيعيط واحد ما يبقى بلاش مشينا في الصباح للسوق ديال الاربعاء ولا سعيد هو اللي كنشرو منا كل عام هذا العام الاثمنه مرتفعه خياليه مقارنه مع العام اللي فات العام اللي فات تقريبا طايحه شي 150 الف فرنك في الحولي الكبير هاد الأثمنة اللي كانت سيرتو الصباح كانت أثمنة خيالية وهاد الشيء راه صعيب على الدرويش باش يعيد وكنتمناو والله نخافض في هاد الأيام اللي جاية أما دابا راه مكاينش اللي غيقدر يشري الناس راه جادة أثمنة وكتقول أثمنة خيالية ما غايقدرش عليها حتى شي واحد ونتمناو نخافض من هنا الأسبوع الجاي إن شاء الله أخويا جينا نشريو الحولي هنا من السوق الاسبوعي بل يا خويا الثمن طالع بزاف والعز موجود وكل شيء موجود الحمد لله هذا العام خويا بل الثمن طالع بزاف ما يمكنش صعيب تاخذ حولي بهذا الثمن طالع حولي دابا ديال 50000 كيقول لك 80000 ما يمكنش والحمد لله الرزق موجود والخير موجود إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma